مع بدء العد العكسي للعام الدراسي وتسارع الاستعدادات له، تتزايد التساؤلات حول شكل عودة الطلاب إلى المدارس في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا. تساؤلات قفزت إلى الواجهة خصوصاً مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على المسؤولين الحكوميين لإعادة فتح المدارس وسط شكوك معظم الأمريكيين بسلامة ذلك. فهل تكون عودة الطلاب آمنة؟ أم يتقدم خيار التعليم عن بعد؟ معنا من ميشيغان الليلة الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية الدكتور غسان سعيد. دكتور غسان، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. أكثر ما يخيفنا كأهل هو عودة أطفالنا إلى المدارس مع استمرار تفشي فيروس كورونا من حول العالم، وبالتالي نتساءل هل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ستكون آمنة؟ يعني بعد شهرين سيحصل ذلك. أول شيء مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. قبل ما نجاوب، هو سؤال عام جدا. قبل الجواب على السؤال، السؤال بيعتمد على الكوميونيتي أو الولاية أو المنطقة حسب نسبة الإصابات فيها. فكل منطقة بتقدر نسبة الإصابات فيها وبتشوف إذا عندهم نسبة إصابات عالية جدا، خيار العودة إلى المدارس في هذه المنطقة خيار غير معقول. النقطة الثانية واللي حابة أوضحها، الأطفال معروف أنهم أقل نسبة في الإصابة بمرض الكوفيد 19 اللي هو الكورونا. بس اللي الآن العلماء بيحاولوا يجاوبوا على السؤال، هل الأطفال قادرين على نقل العدوى زي الكبار؟ فهذا جواب هذا السؤال مهم جدا، لأنه في دراسات بتقول أنه الأطفال غير قادرين على نقل المرض للآخرين. طبعا إذا كان هذا الحكي صحيح، هاي بتحل إشكالية كبيرة جدا جدا للعودة للمدارس. يعني بالتالي هذا الموضوع لم يعد مرتبطا باللقاح دكتور غسان. يعني نحن حديثنا كان قبل أشهر أنه لا يمكن السفر، لا يمكن العودة إلى المدارس قبل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا. لا، إحنا بنحكي على الأطفال، بحكي على الأطفال لأن المدارس هذول الأولاد الصغار. بالنسبة للكوليجز، للجامعات، الجامعات على الأقل في أمريكا عندنا معظم الجامعات خاصة المناطق اللي فيها إصابات كبيرة جدا خلوا اللي هو الفول سيمستر اللي بيبدأ بشهر 9 حيكون أونلاين تيتشينج أونلي. أوكي، في زي هارفارد مثلا، زي نيويورك، زي تعليم عن بعد. حتى عندنا في ميشيغان التعليم عن بعد. النقطة المهمة جدا جدا إنه CDC اللي هي المركز التحكم بالأمراض اللي هي أعطت ريكومنديشن عشان تفتح المدارس لازم تلتزم بتعليمات CDC. CDC حطت على عجالة يعني سريعة جدا. تفضل. التزامات إنه 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 لازم يلبسوا الماسك، لازم في سوشيال ديستانسينج، يبعد الكراسي عن بعض 6 أقدام وممكن 3 أقدام. لازم الباصات اللي بتنقل الطلاب يعني يفرغوا مثلا every other row زي ما بيقولوها، يعني مقعد مقعد لا. لازم يحاولوا الكوريدورات اللي بتجمعوا فيها الطلاب تكون one way، ما فيها رجوع مرة تانية. لازم تكون مثلا الكافيتيريا، يلتغي الكافيتيريا، الاكل في الكافيتيريا. هنا دكتور غسان نتحدث عن اي اعمار؟ لانه في دراسات سابقه اشارت ايضا الى الاثر السلبي الذي يمكن ان تتركوا الاجراءات الوقائيه ومنها ارتداء يعني الماسكس على الاطفال وعلى صحتهم. نعم صحيح. هلا ارتداء الماسك بالنسبه للاطفال هو مهم، مش لصحة الأطفال، هو مهم لصحة غير الأطفال اللي هم الكبار. لما يرجعوا على البيت حيعدوا الأهل، حيعدوا المدرسين. الأطفال هم يعني حتى they pass the symptoms بدون ما بيأثر عليهم المرض زيهم زي الكبار. أوكي، فالخوف مش من الأطفال إنهم يمرضوا، الخوف من الكبار، الأطفال يعدوا الكبار. فهو لبس الماسك للطفل على عمر صغير جدا يعني صعب جدا. ففي حالة إن تعذر لبس القناع أو الماسك، لازم يكون في سوشيال ديستانسينج، لازم تبعد الطلاب عن بعضهم على الأقل 6 أقدام. لازم، هلا في دراسات بتقول لك إنه بينتقل بالهواء، بينتقل بالرذاذ. يعني الموضوع في تخبط كثير، فعشان كذا الوقاية أهم
من انه الواحد ياخذ فرصه انه ينعدي. تعرف جيدا دكتور غسان انه مؤخرا كل الموظفين او كل من يذهب الى العمل او الى الجامعه او يتابع عمله بشكل طبيعي يخضع لفحوصات بي سي ار روتينيه للتاكد من عدم اصابته لفيروس كورونا، وبالتالي نتساءل هل من المتوقع ايضا اخضاع الاطفال في المدارس لهذه الفحوصات الروتينيه، وما الاثر الذي يمكن ان يتركه ذلك عليهم نفسيا؟ نعم، حتى احنا في الجامعات لما بنروح على الجامعات بنعبي سيرفي كويستشنيرز انك سافرت او اختلطت بحدا مريض او عليك حراره وكذا، وبتبعتها على بتقدمها اونلاين وبيجيك ايميل فيه على التليفون تطبيق بتحطه يسكانت ان يو بتفوت جوا منطقه العمل. بالنسبه للاطفال طبعا هذا صعب تطبيقه، الا انه في سكريننج اللي هي الحراره، انه بياخذوا درجه الحراره للاطفال قبل ما يدخلوا المدرسه كل يوم، وطبعا لازم الاهل يتعاونوا مع المدرسه اذا كانوا عارفين انه طفله تعرض او مريض او عنده اعراض انه ما يوديه على المدرسه هذاك اليوم، يحاول يعزله. في لازم يكون تعاون بين اداره المدرسه وبين الاهل على اساس. بس في معلومه جديده قبل تقريبا اسبوع في نزلت دراستين من يعني من اقوى الدراسات في امريكا وفي بريطانيا، وبتقول انه عشان الشخص يكون معدي لازم شرط من شروط انه يكون معدي انه يكون عنده حراره. يعني لو كان عندك كل الاعراض اللي بتصاحب هذا الفيروس، يعني كل الاشخاص اللي حملوا فيروس كورونا ولم يكن لديهم اعراض لم ينقلوا هذا المرض، لا ولم يكن لديهم مش اعراض، لم يكن لديهم حراره، فقط الحراره، كان لديهم كل الاعراض ما عدا الحراره لا ينقلوا المرض. طيب يعني لازم الحراره تكون شرط زائد للاعراض. واضح هذا شيء مشجع جدا. صحيح. والموضوع الثاني مهم، تفضل اذا بتسمحي لي، معلش، موضوع كثير مهم، انه الفيروس هذا صار عنده طفره جينيه، والطفرة الجينية هاي خلت الفيروس أكثر عدوى ولكن أقل خطر، وهذا اللي نشوفه في أمريكا في الولايات الجنوبية بالذات، نسبة الإصابات زادت بشكل كبير جدا لكن نسبة الخطورة شكلها قلت في هذا الفيروس. شكرا جزيلا لضيفنا من ميشيغان الرئيس المنتخب للجمعيات الطبية العربية الأمريكية الدكتور غسان سعيد على المشاركة معنا الليلة.